السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الفطائر سهلة وسريعة بدون دلك بدون عناء. نتمنى انهم يعجبوكم، كيجيو رائعين خفاف ما معجنينش. كيف كنتمنى من الناس لاول مرة كيشاهدوا القناة ديالي انهم يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بجديد الوصفات. بسم الله وعلى بركة الله. هنايا عندي كيلو ديال الطحين، انتم ممكن تعملوا الكمية اللي بغيتو. عندي معلقة صغيرة ديال الملحة، غادي نحاول نخلطها مع الدقيق ونضيف معلقة كبيرة ديال خميرة حبيبات. اللي غديروا خميرة معجونة مع هذا الصهد ديروا غير نص معلقة. وغادي نضيف هذا الكاس ديال الحليب، انا راه درتو عادي ما سخنتوش، انا الجو يعني ساخن دافي. وهنا غادي نجمع بالماء، والعجينة راه ما غاديش ندلكها، غير غادي نجمعها في دقيقتين فقط. كتبغي تجي خفيفة بهذا الشكل. هنا غطيتها واحد ربع ساعه، خمرات شي شويه. بالنسبه الى كنتو ما مزروبينش ممكن تخليوها المده اللي بغيتو تخمر مزيان. انا النتيجه اللي غادي تشوفوا معايا راه ديال ربع ساعه ديال الاختمار، يعني باش نوريكم انه يعني سريع وكيصدق في وقت وجيز. طبعا في درجة الحرارة اللي كاينة دابا، ما يعني في الا غتوجدوها مثلا في البرد فضروري انكم تخليوها تخمر. صافي غندير منها كرات بالاستعانة بالزيت النباتية. صافي هنا راه ملي ساليت نصف الكميه درتهم كرات، صافي غادي نبدا نطيبهم وفي نفس الوقت تنكورها ترتاح شي شويه. وبالنسبه للطهو راه كطيب دغيا، والكرات يعني ما كنخليهمش يخمروا، غير كنقطعوهم، كنقطعو واحد الخمسه صافي، كنبداو نسرحو في نفس الوقت كنديروا الكرات وكنطيبوهم بالتتابع. هنا راه كنفرغ عليها الزيت من الفوق باش كتنفخ، وكدير دوك الفقاعات والعافيه ما تكونش مهيله، تكون متوسطه. هانتوما كيف كيجي، وكيجي زوينين بزاف، كيجي اللون ديالهم مذهب. وكما قلت لكم ساهلين. وهنا كما شفتوا راني كنطلع شي شويه من الجناب باش ما ديرش ليا ديك، ما تجينيش خاويه من الوسط وكتجي بيضة هنا، باش كتجينا ديك الدوارة بهذا الشكل، جينا يعني داخلة من الوسط ومنفوخة من الجناب. كيف ما ممكن يعني تسرحوها بطريقة عادية بحال الخبيزة هكا وطيبوها. هاكي هدا هو الشكل ديالهم، نتمنى يعجبوكم. صافي راه كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوهم. كما كتشوفوا راه كنقص الكرات وكنعاود نديرهم ملي كنحط يعني الفطيره ديالي في المقله. هانتوما راه بمجرد ما كنبداو نخوي الزيت كيدير داك الفقاعات وكيتنفخ، كيجي مهوي من الداخل. كيف ما قلت لكم ما تعطلوش الكرات وهما تيخمروا، يعني تديروهم واحد كما قلت لكم ربعه ما تفوتوهمش، حيت الا خمروا ما كيعطيوش نفس النتيجه بحال هكا. وهذا هو الشكل ديالهم. اما دول بعد ما ساليتهم هانتوما كيف كيجيو، راه كيجيو كما قلت لكم رطبين رطبين
وما مدقسينش خفاف ومسفجين، غير زعمو ان شاء الله وجربوهم، اكيد اكيد غيعجبوكم. غادي نحلهم معاكم باش تشوفهم كيف كيجيو من الداخل. هما دول وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. في أمان الله وحفظه، السلام عليكم.